لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مساء الخير من جديد، اسمحوا لنا هلا نرحب بضيفتنا عنود الزج، رح تكون معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك يا عنود. اهلا نورينا، كيف حالك؟ منيحه، مشتاقيت لك. انا بعرف عنود من زمان، يعني على صعيد شخصي بنت مدرستي كمان عنود. سلام. واختها كانت صديقتي بنت صفي كمان بالمدرسه. نعم. عنود، انتم بتعملوا حصص تعليميه للامهات، مزبوط. اشرحي لنا اكثر عن هالحصص ومن وين اجت لكم هاي الفكره. اوكي، هلا احنا الاسم الكورس، خلينا نحكي بيرنت كرافتنج، هي حصص خلينا نحكي مشان تستعد المراه الحامل لفتره الحمل وولاده وما بعد الولاده، يعني لحد الأربعين يوم. طبعا رح نحكي فيهم عن تغذيه المراه الحامل، المشاكل ممكن تصيبك بالحمل، ايش نعتبره طبيعي وايش شيء ممكن يكون alarming انه لازم تنتبهي على هاي العلامات. بيوم الولاده ايش تتوقعي، pain management اهم شيء، كيف تتعاملي مع الوجع الطلع وعمليه التنفس ومشان تكون الولاده سهله، وبعدين العنايه بالبيبي وتعتني بنفسك وبرضه التغذيه للامراه المرضعه. هاي المواضيع او هاي الحصص متخيلتها كثير مفيده، خصوصا للامهات اللي اول مره، يعني بيكون عندهم مولود جديد لاول مره، بيعانوا لانه هم بيسالوا اللي حواليهم. طب عنود، اذا نحكي اكثر كثير، هلا هاي الفتره عم نشوف ناس بيعملوا هاي الحصص وهاي الدورات لحتى يوعوا الامهات اكثر، ايش اللي بيميزكم انتم عن غيركم؟ هلا شوف يا استاذ العزيزه، هو صحيح في واللي بالاردن مو كثير في ناس بيعطوا هاي الحصص، مش كتير كتير، صح، او ما بيعطوا بهاي المجالات كلها، ما بيغطوا كل المجالات، ممكن يغطوا جزء معين، الحمل او الحمل او الولاده او الرضاعه الطبيعيه، لكن ما بيغطوا كل الماده من يعني احنا بنبلش باخر الشهر الخامس لحد 36 37 اسبوع، اللي هي بصير متوقع انها تولد. لازم ابلش يعني انا لازم تبلش من الخامس. لا، هم بلش 24 ويكس، فلسه معك وقت. هلا اللي بيميزنا انه احنا فعليا الطاقم اللي حطينا الماتيريال كلنا طاقم طبي، طبيب نسائي، تمريض، واخصائيين تغذيه. حلو. والماده كلها بيست على ماده علميه بحته. تمام. فالمعلومه رح نعطيك اياها هي معلومه دقيقه 100%، ما فيها انه نتوهك بالموضوع او نعطيك معلومه متضاربه. طب قد ايه لكم عم تعملوا هذا الموضوع؟ هلا احنا بلشنا بشهر 10 وخلصنا اول كورس لاول مجموعه. طبعا المجموعه لا تتعدى الخمس سيدات حوامل، وطبعا الزوج از ويلكم، يعني بقدر الزوج يحضر معاها كمان. هذا اهم شيء. اول مره بعدين لازم يكون. شوفي، في مرتين ثلاثه على القليل، في حصص معينه احنا بنطلب انه الزوج يكون موجود، وفي حصص بنطلب انه اي حدا رح يقوم بالعنايه معها بالطفل سواء امها او حماتها او اي شخص معني انه يحضر معاها، لانه ما بنصف انه هي حضرت تروح على البيت ولدت لا يا ماما، ما هو لازم تعملي له هيك، ماما انا حكوا لي هيك. صح. فاي حدا راح يتشارك معاكي بالعنايه بالطفل راح يحضر معاكي حصص معينه عشان ما يصير عندك هذا التوتر كمان، انه انت تعلمتي شيء بنفس الوقت الباقي بدهم يطبقوا شيء ثاني. صح عم تحكي. مع انه هلا حاليا عم بلاحظ الازواج بيكونوا عارفين اكثر عن هاي الامور، يعني صاروا يعرفوا بتفاصيل اكثر. والله بتعرفي ليش كمان رزان؟ لانه صاروا يحبوا يثقفوا حالهم بالموضوع، خصوصا لما يكون اب لاول مره او رح يصير اب لاول مره. صحيح. بتلاقي الام والاب هم الحامل وجوزها راحوا بلشوا يشتروا كتب، عارف كل التفاصيل، بلش يقروا. شوفي، هي الحياه صارت شراكه بجميع تفاصيلها، فما وقفت على هذا التفصيل، يعني صح، صار تفصيل مهم، يعني عم تحكي انت بالاخر عن شغله كثير مهم. طبعا ود ايه، اذا بدنا نشجع السيدات اللي عم بيشاهدونا واللي هلا حوامل، خلينا نحكي ايش بتوجهي لهم كلمه تشجعيهم للحضور، يعني ليش لازم الستات يحضروا هاي الدورات؟ شوفي العزيز، احنا بلش كل الموضوع بسبب المصايب اللي بنسمعها، يعني 80% لما تحكي لك تجربتها مع الولاده فهي تجربه ماساويه كانت. والسبب بذلك انه هي نقص العلم عندها، فاحنا بدنا نسلح المراه بالعلم عشان يوم ما تدخل على الولاده ما تكون زي الاطرش بالزفه، تكون فعليا عارفه ليش كل هذا الطاقم الطبي موجود، شو كل الادويه اللي عم تنحط لها، ليش عملوا لها هذا الفحص، ولما تيجي تولد تكون هي شخص متمكن وتستمتع بتجربة الولادة. لأنه هي يوم جدا جميل في حياة المرأة إذا كانت فاهمة اللي عم بصير معها. جدا طويل، جدا جميل، وجدا طويل، جدا طويل، بس إذا كنت متمكنة من الموضوع وعارفة إيش اللي عم بصير نوعا ما، خلينا نحكي التوتر الزايد رح يخف. فإحنا كان الهدف إنه إحنا بالآخر، غير إحنا طاقم طبي، إحنا أمهات ومرينا بالتجربة، فإحنا بدنا نقول لهم التجربة بطريقة إنه ما تخافي من اللي رح يجي، لانه it's gonna happen، فعادي love it embrace it، لانه
اذا خفتي وتوترتي راح تخربي النهار. لازم اضحككم علي، انا قبل الولاده اخذت دورات تنفس وقت الولاده، بس استفدتش منها لانه ولدت عمليه. هي الدوره الوحيده اللي اخذتها ما استفدتش منها. انا نفس الشيء اخذت دوره وبرضه عمليه قيصريه ما استفدتش منها على الفاضي كل الدوره. بس حتى لما تيجي تفوتي قيصريه تفوتي وانت عارفه انه هو كان الخيار صح. الافضل لإلك. اه طبعا طبعا بعد ما قعدنا 12 ساعه طلع. على كل حال عنود، اذا بدك تحكي لنا ليش بلشتوا، ليش قررتوا تعملوا هاي الشغله؟ ايش كانت اهدافكم وشو اهدافكم لسه على المدى البعيد؟ هلا زي ما قلت لك، هي الهدف الرئيسي كان انه كل صحباتنا، وهي زي ما انت حكيت يعني 12 ساعه طلق، وكل حدا خلص دراما كان بالنسبه له يوم الولاده. فاحنا بدنا نعطي المعلومات كلها، لانه انت من حقك يوم تدخل تولد تكوني عارفه فعليا اي حركه بتنعمل من قبل الطاقم الطبي، تكوني عارفه ليش عم بتصير، واذا تحولتي لعمليه تكوني عارفه ليش تحولتي، عشان تقدر تساعدي حالك بالولادة وتساعدي الدكاترة. الهدف منها زي ما حكينا أنه نعلمهم، وطبعاً هي الكورس ممكن يمتد لما بعد الولادة كمان، لأنه التغيرات اللي رح تصير عندك يمكن إشي ما تكوني متخيلتي، اكتئاب ما بعد الولادة، الرضاعة الطبيعية، يعني أنت ما رح تكوني أم بالغريزة زي ما المعظم بيعتقد، لا، في كتير أشياء بدك تتعلميها طبعاً صح بديها وما رح تصير تلقائياً، فمشان تكوني متمكنة يعني مش بس ليوم الولادة، ومن بعد الولادة كمان تكوني عارفة تدبري أمورك. صحيح. حلو. طبعاً أنت ذكرتي وقلتي إنه الدورات اللي بتقدموها بتتناول مواضيع عديدة، دورات بتحكي عن التغذية بالحمل بفترات معينة بالحمل، كمان عن الرضاعة والعناية بالمولود والولادة. أعطينا هيك نبذات سريعة عن هاي المواضيع بالتفصيل، إيش يعني مثلاً بكل وحدة بتعطي؟ عن التغذية مثلاً، جزء التغذية بغطي طبعاً، رح إحنا لنبلش بعد أول 3 أشهر، يعني مريتي بمرحلة اللوحام الصعبة، لكن في مشاكل بتصير بآخر الحمل كمان، منها مثلاً الإمساك الشديد، في ناس بضل العيان عندهم مستمر، التعب، الإرهاق، كل هاي كيف تغذوياً تقدر تعالجها من غير ما تضطري. وبعدين في المشاكل بتصير اللي هي مثل سكر الحمل، وعندك الضغط المرتفع للحامل كمان، كيف ممكن في حساسية الحمل كمان، وحساسية صحيح. حمل في فكلهم لهم تدخل تغذوي قبل ما نلجأ للأدوية. عندي الثلاثة أنا كانوا بحمل الأول، صار معك سكري وضغط عالي وحساسية حمل، الثلاثة. لا بس كان بالنص الثاني من الحمل. هلا بتصير اجمالا بعد لا هلا مثلا حبيت هيك افتتح الحمل مع السكري، سكر الحمل هي اذا صار عندك باول تتفرق. حمل بصير كثير سهل بالحمل اللي بعديه، بيقولوا خصوصا اذا حامل بولد، بس تكون الست حامل بولد فاحتمال انه يكون عندها سكر حمل اكثر. مش بالضروره والله، صاحبتي بنات وسكري سكري. حامل معناته ما لها علاقه. فنفهم انك حامل بولد. عرفوا حامل بولد. وي اول نو، انت تقومي بالسلامه يا الله يسلمك. إذا بدنا نحكي على يوم الولادة، فهو بضمن كيف تجهزي البيرث بلان تبعتك، إنه أنا حابة يكون هيك مجريات الولادة تبعتي، وتكوني عارفة إنه إيش فوائد إنك تاخذي إبرة الظهر أو ما تاخديها، تولدي طبيعي، تولدي قيصرية، وقيسي على الباقي كل الأدوية اللي رح تنعطالها في يوم الولادة، تكون عارفة إيش هي بالضبط. حلو. وبعد الولادة إيش المواضيع؟ هلأ بعد الولادة رضاعة طبيعية، كيف تكون رضاعة طبيعية ناجحة، سواء كان بالتغذية كيف يكون حليبك منيح وممتاز، واللاتش إنه كيف البيبي تحطيه على الصدر وكيف يصير اللاتش، مع العلم إنه إحنا مش متحيزين، يعني إحنا مش متحيزين لا رضاعة طبيعية ولا للفورمولا. انت كأم رح تاخذي القرار، انا علي ازودك بالمعلومات اللي رح تفيدك بكلا الحالتين. يعني بتقفيها بهاي الناحيه كيف تقدر رح نعلمك على التنين تنجح بالرضاعه، انت بالاخر انت رح تاخذي القرار. طب بتحكوا بتعطوا دورات اسعافات اوليه للطفل؟ في دوره اسعافات اوليه بنفس الكورس مشمول فيها بحصه من الحصص اللي هي اسعافات اوليه للرضيع، اللي هي حاله الاختناق والى اخره. طب لاي عمر تقريبا بتغطوا؟ هلا احنا لل 40 يوم، هو الكورس بغطي لمده 40 يوم، عم نفكر انه بعديها نبلش ب كورسات صغيره مش هيك ممتده، مثلا تغذيه الاطفال من عمر 6 أشهر لعمر السنتين. ممتازه هاي. وللام برضو كيف بعد الست اشهر، يعني خلص اذا بدها توقف الدعوه كيف هي ترجع لنظام غذائي صحي وكيف ترجع زي ما كانت. فهاي لسه قيد الدراسه، يعني لسه ما بلشنا فيها. حلو. برضو هاي كمان مواضيع مهمه، وان شاء الله موفقين بهاي الدورات. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لكم ولوقتكم. يعطيك الف عافيه.